يعطيكم العافية، معكم إبراهيم عبد الله. بدنا نشرح بهاي المحاضرة موضوع البويسنز ريشيو من مادة مقاومة مواد. طيب شو البويسنز ريشيو؟ شوف، أي سبيسمن مكونة من أي ماتيريال في حالة أنت حطيت عليها التنشن أو كومبريشن لود حيتغير طولها، صح؟ يعني حيصير لها elongation، يعني الطول الابتدائي حيكون مختلف عن الطول النهائي، سواء كانت القيمة نيجاتيف ولا بوزيتيف، يعني سواء زاد طولها لو كان عندنا تنشن لود أو قل طولها في حال كان عندنا كومبريشن لود. لكن بنفس الوقت حيصير لها elongation، وبنفس الوقت حيتغير برضو اللاترال دايمنشن لإلها، حيصير لها lateral deformation برضو. كيف يعني؟ مثلا هي عندي سبيسيمن حطينا هون كومبريسيف لود وهون كومبريسيف لود، لاحظ عندها طول فلاني، قل هذا الطول، تمام؟ يعني هذا النوت البرايم قل الطول، صح؟ ليش؟ لأنه كومبريسيف لود ضغطناها. بس بنفس الوقت لاحظ على قطر السبيسيمن كيف زاد. هاي عندي هون راديوس نوت، هون راديوس برايم، لاحظ قل الطول وسمكت، يعني زاد الراديوس، زاد سماكتها للماتيريال. ليش؟ لانه اشي طبيعي، الماتيريال هيك تنكمش للداخل، وبالتالي مع نقصان الطول حيصير عندي زيادة بالراديوس، وهذا الحكي اللي بنسميه بويسنز ريشيو. تمام، عالم فرنسي اسمه بويسن اكتشف لي هاي العلاقة. طبعا برضو ضمن الإلاستيك زون في علاقة ثابتة ضمن الإلاستيك زون. شو الإلاستيك زون؟ حكينا الستريس تريد ريجرام مثل هيك، هاي هي الإلاستيك زون. ضمن هاي الزون في عندي علاقة ثابتة ما بين اللونجيتودينال ديفورميشن اللي هو الإلونجيشن، وما بين الترانسفيرسال ديفورميشن اللي هو التغير في شكل المادة جانبيا، تمام؟ وهذا هو اللي نحكي له بويسنز ريشيو. بنفس الوقت هسه بنجيب المعادلات من الكتاب. بنفس الوقت مثلا هاي عندي السبيسيمن حطيت تنسايل لود، شديتها من هون ومن هون. هلا هاي هي الاوريجينال شيب، هي الاوريجينال شيب اللي هو باللون الازرق، تمام؟ لما شديت الماتيريال لاحظ زاد الطول بمقدار اللي هو دلتا اوفر 2 من هون ودلتا اوفر 2 من هون، زاد عندي الطول بهذا المقدار. وبنفس الوقت شوف عندي الداش لاين هاد قل قطر السبيسيمن اللي عندي، فمعناته الطول زاد والراديوس قل انكمش برضو بنسبة ثابتة اللي هي البويسنز ريشيو. طبعا البويسنز ريشيو هي نسبة ثابتة كونستانت ريشيو لا الماتيريال. يعني عندي الماتيريال لو كانت عندي ستيل إلها بويسنز ريشيو ثابتة لجميع أنواع الستيل، لو كانت عندي الماتيريال كونكريت إلها بويسنز ريشيو ثابتة لإلها، تمام؟ لو كانت عندي رابر، لو كان عندي ألمنيوم، خشب، كل ماتيريال إلها بويسنز ريشيو خاصة فيها، تمام؟ تمام. أمامي هاي المعادلات من الكتاب. عندي السترين، اللونجيتودينال سترين هو عبارة عن الديفورميشن الطولي، اللونجيتودينال ديفورميشن اللي هو اس سمول، تمام؟ بتكون بالشكل الطولي، بالاتجاه الطولي، تقسيم الطول الابتدائي الاوريجينال لينكث. والسترين اللاترال هو عبارة عن التغير في قطر السبيسيمن، تقسيم الراديوس الاصلي الاوريجينال راديوس، تمام؟ من هدول نحسب السترين اللاترال والسترين اللونجيتودينال. وفي عندي البويسنز ريشيو، هاي هي علامتها في صغيرة، هاي بنحكي لها نيو بهذا الشكل، نيو هاي بنلفظها نيو، بويسنز ريشيو هي نيو، وبنرسمها هيك في صغيرة، في هيك مايلة، تمام؟ تساوي نيجاتيف ساين، عندي سالب، هلا بنحكي عن السالب، هاي تساوي سالب سترين اللاترال تقسيم سترين اللونجيتودينال، اوكي؟ طيب الماينس هاي ليش؟ الماينس هاي
لأنه أنا لما أحط تنشن لود حيصير عندي زيادة بالسترين اللونجيتودينال، يعني اللونجيتودينال سترين حيكون بوزيتيف، تمام؟ أما اللاترال سترين حيكون نيجاتيف، لأنه لما أنا أطول المادة حيصير عندي كونتراكشن، حيقل الراديوس. عشان هيك حطينا هاي النيجاتيف. ليش؟ عشان لما يزيد عندنا الطول حيكون عندي هون اللاترال بالماينس وهون حتكون بالبوزيتيف، فبالتالي لما يزيد عندي الطول أنا بدي البوزيشنز ريشيو يكون عندي قيمته موجبة، تمام؟ عشان هيك حطينا هاي الإشارة الماينس. أما لما يكون في عندي مثلا كومبرسيف لود حيقل الطول، حيكون اللونجيتودينال سترين بالماينس وحيزيد اللاترال سترين حيكون بالموجب، فبالتالي البويسنز ريشيو برضه هاي حتيجي عندي بقيمتها موجبة، تمام؟ عشان هيك حطيت أنا الماينس، لأنه السترين اللونجيتودينال واللاترال دائما عكس بعض إشاراتهم، عشان هيك حطيت الماينس، تمام؟ طيب بالنسبة للستيل والكونكريت، شو قيمة البويسنز ريشيو لكل واحد منهم؟ بالنسبة للكونكريت رينج البويسنز ريشيو هو ما بين، هو قيمة ما بين البويسنز ريشيو له ما بين 0.1 ل 0.2، تمام؟ بالنسبة للستيل قيمة البويسنز ريشيو هي قيمة ما بين 0.27 ل 0.3. بالنسبة مثلا مثل الربر البيرفكت الإلاستيك ربر، قيمة البويسنز ريشيو له أعلى منهم اللي هي نص، تمام؟ فأنت يعني المفروض أنه يحددك بقيمة مثلا بالامتحان كذا، يحكي لك اعتبر بويسنز ريشيو تساوي مثلا الستيل 0.3 وهكذا، تحل على أساسها. طبعا البويسنز ريشيو هو موضوع بسيط، خلينا نشوف مثال على البويسنز ريشيو، نجيب مثال، نحل مثال من الكتاب، خليكم معي. تمام، نشوف مثال على البويسنز ريشيو من الكتاب. شو بيحكي لي المثال؟ عندي بار، تمام، ستيل بار ميد اوف A36 ستيل، نوع الستيل A36، هاز ذا دايمنشنز شون ان فيجر، عندي اكسيال فورس اللي هي تنسايل لود بمقدار 80 كيلو نيوتن، بي تساوي 80 كيلو نيوتن، 80 كيلو نيوتن 80 كيلو نيوتن، تمام؟ از ابلايد تو ذا بار، يعني هذا البار انا بشده بمقدار 80 كيلو نيوتن. Determine the change in its length and the change in the dimension of its cross section. ركز معي، بده التغير في الطول، هي راسم لي هون هذا الزد اكسس، خلينا نحكي التغير في الطول على محور زد اكسس اللي هو هذا اللونجيتودينال elongation، وبده التغير بالدايمنشنز of its cross section. لاحظ معي الكروس سكشن له محورين اكس وواي، تمام؟ هلا هون عرض، لو تطلع على البليتي من هون حتلاقي انه عرض البار 100 ملي وارتفاع البار 50 ملي، تمام؟ فبالتالي حيكون السترين لاكس يساوي السترين لواي لانه التنين لاترال، اوكي؟ تمام؟ بس حيكون التغير في الطول لإكس يختلف عن التغير بالطول لواي. ليش؟ لأنه الطول هون عندي 50 والطول هون عندي 100، فالتغير هون في الطول ليش؟ هلأ ليش؟ لأنه التغير بالطول بالنسبة لإكس يساوي الإكس اللي هو المية ملي ضرب سترين إكس، والتغير بالطول على محور Y حيشو يساوي ال Y اللي هو original length على محور Y اللي هو الخمسين ضرب السترين Y. فبالتالي صحيح السترين للX والسترين Y متشابهات متساويات، لكن عندي الطول الابتدائي لX غير الطول الابتدائي لY، فبالتالي هاي القيم حتختلف مع انه السترين متساوي. ليش؟ لانه التنين عبارة عن lateral strain.
طيب كيف نطلعهم؟ اول اشي بدنا ايش خطوات الحل. شوف بدنا نطلع اول اشي السترين على اللونجيتودينال اكسس اللي هو الزد اكسس، تمام؟ كيف؟ بسيطة، عندي لودز وستريس واريا بقدر اطلعها، وبعرف انا الموديولس اوف الاستيسيتي للستيل كذا. طيب صارت عندي هاي، بروح باستخدام البويسنز ريشيو بطلع السترين لاترال اللي هو عبارة عن السترين اكس وسترين واي اللي هم مساويين لبعض والتنين لاترال، تمام؟ ومن هذا السترين بروح مثل ما حكيت لك هون بحسب التغير في الطول على اكس وواي. طبعا من السترين زد بقدر احسب التغير في الطول على محور زد. خلينا نحل السؤال بالخطوات بالتفصيل. اذا ما فهمت اللي حكيت لك اياه هسه الخطوات هاي، الشرح سريع الخطوات مش مشكله، هسه بدنا نحل السؤال بالتفصيل. شوف تمام، هلا هدول هم الهدف من الحل، هدول الهدف النهائي بالمثال. طيب طبعا في عندي ملاحظة مهمة بالمثال، the material behaves elastically. ليش؟ لأنه زي ما حكينا إنه Poisson's ratio هو عبارة عن علاقة ما بين السترين اللونجيتودينال والسترين اللاترال في الإلاستيك زون، يعني في حالة كان لسه ستيل الماتيريال behave elastically. أوكي؟ يعني لازم بالكتاب يكتب لك هالجملة عشان يكون السؤال صحيح علميا. أوكي؟ طيب أول إشي بدنا نحسب التغير في الطول على محور زد اللي هو اللونجيتودينال دايركشن. طيب شو التغير في الطول على محور زد؟ هو عبارة يساوي عن السترين على محور زد ضرب الطول الاوريجينال على محور زد. الطول الاوريجينال على محور زد اللي هو 1.5 متر، هاي 1.5 متر. طيب شو اللي مش عارفه؟ السترين. السترين من وين بطلعه؟ من هوكس لو، صح؟ هوكس لو شو بيحكي لي؟ هوكس لو بيحكي لي الستريس يساوي الموديولوس اوف الاسيسيتي ضرب السترين. طيب الستريس هاد بقدر احسبه؟ طبعا انا عارف الموديولوس اوف الاسيسيتي، هاي هي المطلوبة. الموديولوس اوف الاسيسيتي 200 جيجا باسكال، صح؟ هاي للستيل. طيب الستريس عبارة عن بي اوفر اي اللي هو النورمال ستريس، في محاضرة كاملة عن النورمال ستريس فيك ترجع لها بالسلسلة. البي اللي هو اللود اللي هو ال 80 كيلو نيوتن، تمام؟ خلينا نحوله لنيوتن، 80 ضرب 10 نيوتن، يعني بدل 80 كيلو نيوتن 80,000 نيوتن، تمام؟ تقسيم الاريا، شو الاريا الابتدائية؟ هي عبارة عن 50 ملي ضرب 100 ملي. 50 ضرب 100 يساوي 5000 ملي متر مربع، صح؟ اللي هو الطول ضرب العرض. ليش؟ لانه البار هو عبارة عن الاريا تبعته مستطيل، مظبوط؟ 50 ضرب 100 5000 ملي متر مربع، وهي حولناها لنيوتن على ملي متر مربع بالكالكوليتر، بنشوف شو بيطلع لنا الاسترس، هو عبارة عن 80,000 تقسيم 5000 بيطلع لنا 16 نيوتن على ملي متر مربع، وهاي زي ما حكينا هي عبارة عن ميجا باسكال، يعني الجواب عندي 16 ميجا باسكال. طيب يعني الستريس اللي عندي، خلينا نكمل، الستريس هو عبارة عن 16 ميجا باسكال. طيب هاي 200 جيجا باسكال، او بنقدر نحكي 200 ضرب 10 قوة 3 ميجا باسكال، لانه كل واحد جيجا يساوي 10 قوة 3 ميجا، مظبوط؟ ضرب السترين، السترين هو المطلوب. خلينا 16 تقسيم ال 200,000، طبعا هذا السترين زد، صح؟ زد. طيب 16 ميجا باسكال تقسيم 200,000 ميجا باسكال، بيطلع لنا السترين زد يساوي 8 ضرب 10 هو ماينس 5 مليمتر على مليمتر، السترين ملوش وحدة. طيب هيك بقدر أنا أطلع الطول، هذا الطول، التغير في الطول يساوي السترين 8 ضرب 10 قوة سالب 5 ضرب اللونجيتودينال لينث على زد 1.5 متر ضرب
1.5 متر. خلينا نحكي 1.5 متر بدل ما نعوضها هيك، خلينا نحكي 1500 مليمتر. تمام، 1500 مليمتر بدل 1.5 متر. طيب اضرب 8 ضرب 10 سالب 5 ضرب 1500 مليمتر، بيطلع عندي التغير في الطول عبارة عن 0.12 مليمتر. هذا هو التغير في الطول على الزد دايركشن، على محور الزد. زاد عند الطول لما حطيت 80 كيلو نيوتن على الستيل بار، هذا زاد عند الطول 0.12 مليمتر. شايف قديش صغير؟ هذا بدل على صلابة الستيل، على انه الستيل عنده مودولوس اوف الاستيسيتي عالي. اوكي، طيب هيك طلعنا اول مطلوب بالسؤال. هلا هدول التغير في الطول اكس واي بوجدهم بمجرد ما اوجد السترين اللاترال، صح؟ السترين اللاترال، بما انه هدول التنين عباره عن لاترال دايمنشن، السترين اكس يساوي السترين واي. وشرحنا ليش بيختلف التغير في الطول اكس واي، لانه عندي هون 50 وهون عندي 100، فبالتالي بما انه الاوريجينال لينك اختلف معناته السترين اختلف. اوكي، بدنا هسا نوجد السترين اللاترال، لاترال سترين. هلا هذا التغير في الطول عبارة عن .12 ملي متر. هلا السترين اللونجيتودينال طلع عندي قديش؟ 8 ضرب 10 هو ماينس 5، صح؟ طيب البويسنز ريشيو للستيل قديش؟ حكي لي، ارجع شوف امسح، حكي لي. فيك ترجع تشوف في عندك بكتاب السترينج، في عندك جداول ورا باخر الكتاب قبل الباك كفر، كاتب لي البويسنز ريشيو للستيل 0.32. اوكي، البويسنز ريشيو للستيل معتبرها بالكتاب 0.32. طيب انا عندي اللونجيتودينال سترين وعندي البويسنز ريشيو. البويسنز ريشيو عباره عن السترين اللاترال تقسيم السترين اللونجيتودينال، تمام؟ والسترين اللونجيتودينال اللي هو هذا السترين، صح؟ وعندي البويسنز ريشيو، معناته بعوض بويسنز ريشيو 0.32 تساوي السترين اللاترال اللي هو عبارة عن السترين على اكس واي، صح؟ تقسيم السترين اللونجيتودينال اللي هو 8 ضرب 10 قوة سالب 5 اللي هو السترين على الزد، 8 ضرب 10 قوة ماينس 5 اضرب 8 ضرب 0.32 بيطلع عندي السترين اللاترال قديش؟ تطلع عندي 2.56 ضرب 10 قوة ماينس 5، 10 قوة ماينس 5. هاد السترين اللاترال، طبعا السترين اللاترال معناته هو نفسه السترين على محور الاكس، لانه محور اكس هو عبارة عن لاترال اكسس، صح؟ لانه هو هذول الاكسس للكروس سكشن. عند اللونجيتودينال، اللونجيتودينال دايركشن هو الزد اكسس، والباقي بعتبره لاترال اللي هم واي واكس لاترال. وبرضه الواي سترين على واي، هذول يعني هذا قيمه السترين على اكس وعلى واي. طيب التغير في الطول على اكس شو يساوي؟ يساوي الطول الاصلي على اكس ضرب السترين على اكس. الطول الاصلي على اكس قديش؟ هي محور الاكس، هي عندي 100 مليمتر، 100 ضرب السترين على اكس هو 2.56 ضرب 10 هو ماينس 5، معناته التغير في الطول على اكس شو يساوي؟ يساوي 2.56 ضرب 100 تقسيم 10 قوة 5، 2.56 ضرب 10 قوة ماينس 3 ملي متر. وهذا التغير بالطول على الاكس اكسس.
تمام. أو هون بنقدر بدل ما يكون جوابنا معجوك 10.3 وعندي الملي هاي 10.3 يعني 10.6 صح؟ يعني بنقدر نحط جوابنا 2.56 مايكرومتر. ليش مايكرومتر؟ لأنه المايكرو عبارة عن 10 قوة ماينس 6، وأنا هون عندي كان عندي 10.3 ضرب ملي متر، الملي هاي عبارة عن 10.3، 10.3 ضرب 10.3 تساوي 10 قوة ماينس 6 سوري متر، واللي هي تساوي مايكرو متر لأنه المايكرو عبارة عن 10 قوة ماينس 6 تمام. طيب التغير في الطول على محور الواي يساوي الطول الأصلي على y ضرب السترين للواي اللي هي نفسها اللاترال سترين 2.56 ضرب 10 قوة سالب 5. ال ly شو الطول على الواي اللي هي 50 ملم، هيها هي محور y وهي ال 50 ملم تبعتي 50 ملم ضرب 2.56 ضرب 10 قوة ماينس 5 بيطلع عندي الجواب بالكالكوليتر 1.28 مايكرو متر. هذا التغير في الطول على يعني هذا اللاترال التغير في الطول الجانبي بالنسبة للدايمنشن اللي على واي تمام. بس يا جماعة بس بدي أنبهكم على شغلة، هسا بالقانون في غلطة بشغلة بسيطة بالإشارة اللي هو بوسنز ريشيو يساوي السترين لاترال تقسيم السترين لونجيتودينال. هون في عندي ماينس في عندي نيجاتيف ساين انا نسيت احطها تمام، فبالتالي بيطلع عندي اللاترال سترين هي عندي هون نيجاتيف، اللاترال سترين بيطلع عندي بالنيجاتيف تمام، فالسترين للاكس والواي برضه نيجاتيف، بالتالي هون بضرب باشاره نيجاتيف وهون بضرب باشاره نيجاتيف حيطلع عندي التغير في الطول بالماينس، وهذا إشي منطقي لاني انا بشد البار الكروس سيكشن حيصغر فبالتالي التغير في الطول حيكون إشي طبيعي يكون بالماينس تمام. انا اسف على هذا هاي السهوه بس يعني إشي بسيط يعني ان شاء الله ما تخربطكم. هو لما انا اشد ال 80 كيلو نيوتن اشد البار الطول حيزيد فبالتالي التغير في الطول على محور زد حيكون بالبوزيتيف. ليش؟ لانه الطول حيزيد، بس لما الطول يزيد حينكمش الكروس سيكشن فبالتالي التغير في الطول على محور اكس واي حيكون بالماينس، وهذا الشيء منطقي كان لازم يطلع معي بالحل لحاله بس انا نسيت اشاره قانون البويسنز ريشيو لازم تكون الماينس موجوده تمام، فبالتالي اللاترال سترين حيكون عندي بالنيجاتيف. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لا تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا بالقناه وتشاركوا الفيديوهات مادة مقاومة المواد مع زملائكم ليستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب من هاي الفيديوهات، ولا تنسوا تشوفوا شو في شروحات على القناة، حتلاقي شروحات ممكن تستفيد منها سواء هذا الفصل أو الفصول القادمة، جدا مهم لو كنت طالب هندسة مدنية بشكل خاص أو هندسة بشكل عام ممكن تلاقي يعني بالوقت تتفرج فيه على الفيديو ضفت كثير مواد وكثير شرح ممكن تستفيد منهم، فاشترك بالقناة وشيك على قوائم التشغيل. نشوفكم بالفيديو الجاي راح أشرح السترين انرجي. بهذا المثال شرحت تقدر تعتبر هذا المثال مثال على هوكس لو مثال على البويسنز ريشيو. إن شاء الله بالفيديوهات الجاي بدي أشرح السترين انرجي. كان معكم إبراهيم عبد الله، نشوفكم بالفيديو الجاي ويعطيكم ألف عافية. سلام عليكم.